طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هيا شامي هنولي لك شامي خرمتيني في لافامي هنولي لك شامي خرمتيني في لافامي نفس الروحي بالغبرة منولي لك شس حياة بالربح ونخسارة حنا راك كل عام كل عيد كنعملوا الحفلة ديال العيد الكبير وبهذه المناسبة المونديال تفاهمنا الدراري الحومة مع بعضنا تجمعنا نصوروا هنايا كليب إن شاء الله ديسكو جديد للمنتخب وإن شاء الله نتمنى المنتخب يزيد القدام وهذا الشيء حنا كنعملوا بينتي بلاشا غبلا والو كنحيحوا الدراري الحومة مع بعضيتهم إن شاء الله ونتمنى يدوز كل شيء على خير وبخير وإن شاء الله مكرناش نهار الخميس مربوحة إن شاء الله ونزيدوا نزهوا مع المنتخب ديالنا والتحية لكاع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن نموت عليكم في الدم فيفا ماروك كليب جديد دي جات فكرة عفوية دغيا نقدر نقول لك دابا حنا نصوروا كليب اليوم هي البارح عيط للسيد قلت له حقا نتفاهموا على الديسكو ديال المنتخب صافي راه قلنا صافي نصوروا الديسكو هيدا بحال نقول لك داك الشيء زنقاوي وكيف ما كتشوفوا انتم باقي معنا تشوفوا اجواء ديال الكليب ان شاء الله يدوز كلشي في مستوى ونتمنى ربي ما يحشمنا شي ومربوحه انا الخميس ان شاء الله والتحيه مغاربه لا الحمد لله جاوا الناس كاين الناس كيحبونا ومرحبا بالجميع حنا قلنا لهم اللي جا مرحبا به واللي ما جاش هو مرحبا به ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ربي ما يحشمنا شي الكليب كيفاش نقول لك بالنسبه للكليب جمعنا حنايا ولاد السكينه حومه بن نيدر نصوروا كليب الموضوع ديالو على كره الدراري بالتيشورت ضد المنتخب وديسكو ديسكو ميساج للمنتخب ديالنا وان شاء الله يكون ديك الشيء في مستوى ونتمنى يعجب الجميع وحظ موفق المنتخب المغربي. السلام عليكم خوتي وتحيه لكاع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. هاد الفكره هادي جاتنا يعني حنا بيدنا كنا حنا بيدنا مشجعين ديال الفريق الوطني وكنسمعوا هيدا فنانه كيعملوا هيدا الاغنيه على منتخب وكذا قلنا علاش حنا ما نجربوش زعما الحظ ديالنا ونعملوها صدق ديك الشيء بحال الضحك جالسين عيطنا خانا اللي كتب اجي كتب كذا دخل سجل كذا صافي كذا عمل فيديو قال لك صافي خوتي غدا نتلاقاو في 3 د العشيه في الحومه كذا بحال دائما اخوتي ديك الشيء عشوائي جالسين يلا بحالنا زيد حتى كنجيب راسنا عاوزين لا كاين تفاعل الحمد لله مع الساكنه ديال المدينه القديمه كامله كاملين كانوا راضيين بهذا الشيء هذا وكل شيء كان اصلا كان خصو هذا الشيء هذا اصلا الدراري ديالنا اللي ما كتخرجش برا المدينه حتى هي كتجينا تنشط معنا حنا هذا الشيء هذا كنعملوه كل عام في عيد الكبير بالحق دابا قررنا نعملوه بهذه المناسبه هذه المنتخب الوطني ولله يحشمنا يا رب.